أرجو أن تحضر أحلام النجدة سريعا، فالمكان هنا بارد ومظلم للغاية. أتعجب من هذه الأنفاق، من الذي حفرها؟ تبدو وكأنها طرق سرية تحت الأرض. ها؟ من؟ مشاغب؟ لماذا نزلت إلي؟ هل جئت لمساعدتي؟ مشاغب، انتظر هنا، أين أنت ذاهب؟ مشاغب، انتظرني، أنا قادمة. انتظرني يا مشاغب، يبدو أنني اختنقت في هذا المكان. لقد مشيت كثيرا، سأستريح هنا في مدينة الأنفاق هذه. تعال واجلس بجواري يا مشاغب، لابد أنك شعرت بالتعب مثلي. ها؟ هل تسمع ما أسمعه؟ يبدو أنه صوت رجلين. انتظر لنتأكد. جابر، هل سنعود حقا للعمل مع شاكر؟ إنها خدعة أيها الرجل، لقد اتصل بي الزعيم وطلب مني التظاهر بمساعدة المهندس ماجد وإخباره بكل جديد. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم في الوقت المناسب سنقوم باستبدال مواد البناء بمواد أخرى مغشوشة. يا سلام يا سلام، ربما يتسبب ذلك في سقوط المبنى الجديد. نعم، سنخطط لإسقاطه يوم افتتاحي، فيخسر المهندس ماجد عمله، ويخسر شاكر مكانته وسط العمال، ونعود نحن إلى مكاننا الطبيعي. هذه خطة ماكرة للغاية. يا ربي، ما هذا الشر؟ لابد أن أنبه نورا لتخبر والدها قبل فوات الأوان. هيا يا مشاغب لنخرج من هنا. انتظرني يا مشاغب، أنت سريع للغاية. أين أنت أيها القط؟ ما هذا؟ إنها غرفة كبيرة للغاية، من الذي يعيش هنا؟ هل ترى ذلك حقا يا مشاغب؟ ندخل ونستكشفها؟ ولكن المعلمة علمتنا ألا ندخل إلى أي مكان بدون استئذان صاحبه. أتعتقد أنه ربما نجد المساعدة ونخرج من هنا؟ حسنا، تفضل أنت أولا. ما هذا المكان العجيب؟ تبدو غريبة جدا. ما أجمل هذا الصندوق الزجاجي، ما الذي يوجد داخل هذا الصندوق؟ تبدو كجزء من ورقة قديمة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.